السلام عليكم طلابنا، اليوم راح نحكي الموضوع البارت الثاني من الايتيولوجي اوف مال اوكلوجنز. اوكي، تتذكرون احنا البارت الاول اللي كان الاسبوع الفات، اوكي، حكينا بالايتيولوجي اوف مال اوكلوجن وشنو اسباب المال اوكلوجن اللي تصير، حكينا بالضبط عن الجنرال فاكتور، حكينا شغلتين بيه السكيلتال فاكتور والماسكلر فاكتور. المسل فاكتور اللي هو قلنا السوفت تيشو فاكتور، انتابع همينا بهذا الموضوع بالسوفت تيشو فاكتور وننتقل على الدنتال فاكتور واللوكال فاكتور. اوكي، فاحنا محاضرتنا اليوم راح تكون ايتيولوجي اوف مال اوكلوجن بارت 2. اوكي، ايتيولوجي اوف مال اوكلوجن يعني خلينا نعطي فد ليش دا يصير المال اوكلوجن. احنا هذا الهدف من نعطي هاي المحاضرات، هاي المحاضرات يعني بعدين من اجي اسالك مثلا هذا اكو مال اوكلوجن هيك معين، من يجي لك سؤال اوكي انه patient presented to you with procrination of upper and lower incisors، ماشي، and مثلا عنده construction بالنوز، هسه راح تقول، راح اسالك مثلا اقول لك ليش عنده هاي البروكلينيشن، تقدر تقول لي maybe من التونج، maybe soft tissue factor، maybe skeletal factor، وبعدين لازم نحدد نشخص شنو الموضوع. يعني ننطي مثلا المشكله بالسكيلتال فاكتور نتيجه للفحوصات اللي سويناها مثل اكس راي، مثل سوينا ريفيرال لابو اي ان تي وطلع عنده فرضا عنده انسداد مثلا بالاير واي مالته، فلذلك يضطر يتنفس من حلقه، فلذلك انه حلقه دائما مفتوح، فلذلك صار عنده بروكلينيشن بالابر ولور انسايزرز، مثل هيجي اسباب. اوكي، فاحنا اذا عرفنا السبب التريتمنت مال السبب راح يكون هوايه اسهل، يكون عبرنا تقريبا نص التريتمنت. اوكي، فاحنا لازم نعرف السبب مال المشكله مال البيشنت اللي جاينا على مود على اساس نحلها، لان اذا ما عرفنا السبب وحلينا على الوضعيه العاديه مجرد حطينا له ابلاينس معينه ريموفابل او فيكس، اوكي، وبعدين من شلناها رجع الوضعيه بنفس الوضعيه القديمه. ليش؟ لانه البيشنت هو اصلا ما حلينا السبب الرئيسي مال سبب الرئيسي مال المشكله مالته. المهم اوكي طلابنا، في السوفت تيشو فاكتورز هسه راح نكمل، حكينا بديش المحاضره عن اللبس، اوكي، وشنو اثار اللبس على الانسايزرز وخاصه الابر انسايزرز، طبعا هي اكيد لها اثار على اللور انسايزرز، ماشي، بس احنا مين اللي يحكي عن الابر انسايزرز، هاي بموضوع السوفت تيشو. هسه نكمل بالسوفت تيشو، كمل التانك. التانك له تاثير كلش قوي، اوكي، احنا من بنحكي هسه بشكل عام السوفت تيشو نقسمها الى قسمين، القسم اللي هو يكون باليتالي صاير، اوكي، اللي هو التانج او لينجوالي، والقسم اللي يكون ليبيالي او بكالي اللي هي مثل اللبس ومثل التشيك. اوكي، احنا من بنحكي عن اللبس هم نوبات بدنا ننوه عن انه التشيك هم من ياثر. اوكي، فهسه بالنسبه للتانج، من راح نجي نحكي على التانج؟ التانج طبعا الفانكشن مالته دائما تجي ويا اللبس والتشيك، اوكي، وخاصه تلعب دور بالاربشن مال التيث، هذا يعتمد على السايز مالته، السايز مال التانك، على البوستشر مالته. اوكي، البوستشر مالته يعني وين موقعه صاير، انه هو هل هو اتاشت للماندبل، لو الماندبل شويه نازل فهو صاير بالنص مثلا التانك، اوكي، او مثلا الفانكشن مالته خاصه ديورنج سوالوينج والايتنج، التانك دائما يسوي بريشر على الاسنان. فبالنسبه للتانك عندنا السايز مال التانك، خاصه السايز مال التانك يعتمد على السايز مال لور جو. بالعاده اذا كان اللور جو لارج، ماشي، فالسايز مال التانك راح يكون اكبر، فراح يكون اكبر من الابر جو، اوكي، فلذلك التانك راح يصير كلش كبير بالنسبه للابر ارتش، ماشي، فشو يصير عندنا؟ ما طول ماكو بريشر باليتالي على الاسنان، ماشي، البريشر اللي يجي بكالي وليبيالي عن طريق اللبس والشيك، فحيصير كولابس بالماكزيلا، واضح يعني؟
هسه لحد الان واضح؟ تقدرون تجاوبوني بالصوت او تجاوبوني على الشات. مدحسكم قاعدين مو نايمين. تمام جيد. فاذا هسه هذا بدنا نحكي عن السايز، بدنا نحكي عن البوستشر مالته وين صاير التانك. خاصه التانك اذا بالعاده هو اذا صار اكو هو يلحق الماندبل، لان تعرفون التانك هي مصل ماشي، مصل اتاتش تو ذا ماندبل مو للماكسيلا. فاذا الماندبل صار بوزيشن مالته بلو الماكسيلا وصاير كلش يعني انفيريال بحيث ماكو كونتاكت للتانك ويا الماكسيلا، الماكسيلا راح يصير بيه كولابس، راح يظهر الماكسيلا لان ماكو فت فورس من جهه البلت او من جهه اللينجوالينج ده تدفع الاسنان لبرا على مود تعادل الفورس اللي هو راح نحكي عليها اليوم اللي هي النيوترال زون. اوكي، فبالنسبه لهاي الشغله، بالنسبه لعندنا طبعا بالمناسبه اذا التانج ده يصير بين الاسنان ماشي بتوين الابر واللور تيث، راح شو يسوي؟ راح يسوي يمنع الفيرتيكال ديفلوبمنت اوف ذا تيث والدنتو الفيلار ستراكشرز، فلذلك يصير عنده اوبن بايت انتيريرلي مثل هاي الحاله اللي عندنا هنا. اذا تلاحظون هنا عندنا الانتيريور تيث، هذا تشوفون هذا الطفل ماشي، شلون انا اعرف الطفل؟ لان ذني برايمري تيث وذني بيرمننت تيث. اوكي، هذا ميكس دنتيشن. حتى المفروض من يجي لكم سؤال انه هذا الطفل شنو هذا ايش قد عمره، تقدرون تجاوبوني على هذا الموضوع او تقدرون تقديري هذا ايش قد عمره. اكو احد يعرف هذا ايش قد عمره طفل؟ تقديري ما يتفت اللي رح اللي يعرف حيكون بطل. لا اجاني جواب لا هم لا. عندنا علي عبد الامير كلش قريب. اوكي اقل طبعا تتذكر زين هاي البيريود على مود نسهل السؤال الجواب. هاي البيريود شو يسموها؟ هاي البيريود اللي واصل بها هذا الطفل شو يسموها؟ شوف القارين الزينين وينهم؟ لا لا يعني قصدي اكو فد لها اسم خاص، هي صح ميكستنش المفروض يعني بس لها اسم خاص. هاي البيريود لما يكون لا هذيك السبيرت يعني الطفره اللي تصير بالجروث. اوكي، هاي اذا تلاحظون هنا عندنا هذا ابر مولر اوكي ولور مولر، هذول السكسات معناته عمره اكبر من 6 سنوات. اوكي، عندنا الابر سنترال انسايزرز يطلع على عمر ايش قد؟ يطلع على عمر 6 7 ماشي ويا اللور. اوكي، اللاترال انسايزرز يطلع على عمر 8، واحنا هسه من البيريود بدينا معناته هذا اكبر من 8 لكن اصغر من 10 او 11. فاللي جاوب بين ال 8 وال 10 اوكي اللي هو يعني اكو ناس قريبين اوكي اللي جاوب بين ال 8 وال 10 هو الجواب الصحيح. ليش؟ لان عندنا السي والدي والاي بعدهم موجودات، والهاي يسموها السايلنت بيريد، هاي اللول بيريد. هاي البيريد بعد ما يطلع اسنان ماكو اربشن للاسنان هنا. تمام طلاب؟ هاي اللول بيريد اللي هي السايلنت بيريد. اوكي؟ ف انت ضمن بيريد، انا اريد اقول لك انه بيريد هاي يعني ممكن يكون عمره 8 ممكن 9 ممكن 10 ممكن 8 ونص ممكن 9 ونص ماشي. فهذا من يجي لك سؤال مثل هيجي صوره اوكي، وانا اريد اسوي هيجي كويز ماشي لكم على مود تعلون درجاتكم به اوكي. مثل هيجي شغلات راح شويه تفهمك الموضوع اكثر
اوكي، لان انت هسه راح تطبق الشغلات اللي بالنظري تطبقها من تشوف بيشنت. هسه اريدكم من واحد يفتح حلقه اكو تقدر تعرف عمره من اسنانه، اوكي، او فد شيء تقريبي، اوكي. يعني الطفل من فتح حلقه، انا هسه نوبات مو يجون مراجعين، يجون مراجعين للعياده يسالون يقولون دكتور زين هذا سنه هيك، هذا سنه هيك، هذا سنه هيك، انا ببالي شنو؟ اول شيء ارد اسال العمر على مود اعرف ايش دا اتعامل ويا منو، اوكي. بس انا ما يهمني العمر اللي هو بالسنوات، يهمني الشيء اسمه دنتال ايج، اوكي، عمره بالاسنان. هاي طبعا الشغلات اتوقع المفروض تعرفوها بال ما ادري فورنزيك دنتستري، هذا المفروض بالبيدو، اوكي. هاي بعدين يعني يشرحوا لكم اياها، ماشي، اللي هو العمره بالاسنان، اوكي. فمثل يجي شغله يعني يفتح حق البيشنت اقول له ها هذا عمره 9 سنوات او 8 سنوات، اوكي، يقول هاي دكتور شلون عرفت؟ هي لا ذكاء ولا شيء، انا اعرف ذني المعلومات، اعرف انه اللاترال يطلع على هذا العمر والسكس يطلع على هذا العمر، اذا هذا تقريبا هو عمره من هالسنوات لهالسنوات. اقول له مثلا عمره هيك، يقول لي اي صحيح، اوكي. فالمعلومات النولج اللي تاخذها من هنا ماشي كلش تفيدك بحياتك العمليه بالمستقبل، اوكي. هسه عندنا فد شغله انه تعرفون اكثر شيء الانسان يريد يسويه، خاصه ماشي بالنسبه لللبس والتانك، انه يحصل فد شيء اسمه anterior oral seal، ماشي، يعني يريد الشفه فوق والشفه الجوة تتلاقى، او اللسان والشفه الجوة مثلا يتلاقى. المهم يحصل ماشي فد عزل ما بين البيئه الخارجيه والاورال كافيتي مالته. ليش؟ على مود يقدر يسوي سكشن، يقدر يسوي سوالوين، يقدر يبلع الشغله. فتحصلون هسه مثلا واحد من يشرب بالقصبه، اوكي، يقدر يشرب بالقصبه وهو فاتح حلقه؟ لا، يضطر انه يسد حلقه على قد القصبه وبعدين يسحب هواء على مود يقدر يشرب مثلا الكلاص العصير او فد شيء، اوكي، لان ده يصير سكشن، ففرق الضغط ما بين داخل الفم وخارج الفم راح يصير فرق، فراح المي ينتقل او العصير او البيبسي ينتقل من الكلاص الى الاورال كافيتي وبعدين يصير السوالوينج وينتهي الموضوع، اوكي. فالفكره بالموضوع هنا انه احنا نريد نحصل انتيريور اورال سيل، اوكي طلابنا. فبعض الحالات، انه الابر ليب واللور ليب ما تتلاقى سوا. ليش؟ مثلا واحد عنده مشاكل بالبريذنج مالته، انه عنده انحراف بالخشم او زوائد بالخشم، ماشي، فهذا ايش راح يضطر؟ راح يضطر انه ما يقدر يتنفس وياخذ حاجته من الاكسجين من خشمه، اوكي، فيضطر يسوي اورال بريذنج. يعني هذول يسموهم احنا ماوث بريذر، اوكي، ذول الناس اللي يصير عندهم ماوث بريذنج ومو نيزل بريذر. النورمال انه واحد يتنفس من خشمه، يعني يسمونه نيزل بريذر، اوكي، يعني كان بريذ ماشي يوزنج هيز نوز اونلي. اما بعض الناس مثل ما قلت لكم انه عنده انحراف بالخشم او عنده زوائد او عنده جيوب او عنده هوايه مشاكل بالبريذنج، يضطر شنو؟ يضطر يتنفس من حلقه. من راح يضطر يتنفس من حلقه؟ راح يفتح حلقه اثناء البريذنج. من راح يصير السيبريشن هذا بتوين الماكسيلا والماندبل؟ اوكي، راح شو يصير؟ راح التانج راح يكون البوزيشن مالته والبوستشر مالته ويا الماندبل. من راح يكون البوستشر مالته ويا الماندبل؟ اوكي، الماكسيلا بعد شنو الفورس اللي بقت عليها؟ الفورس اللي بقت عليها اللي جايه من اللبس والجايه من التشيك تدفع الاسنان بليتالي وبليتالي، تدفع الاسنان بشكل بليتالي وتدفع هم الماكسيلا كله. فشو يصير بالماكسيلا؟ يصير بالماكسيلا يصير بها كونستركشن بالماكسيلا، اوكي طلابنا؟ من راح يصير كونستركشن بالماكسيلا؟ حتشوف هذا اللي نسميهم احنا الماوث بريذر، حتشوف وجه صاير لونج، اوكي ماشي. ثاني شغله نلقى كونستركشن بالماكسيلا، وثاني شغله تلاحظ دائما اللبس مالته تحاول تطخ، العفو التنج مالته يحاول يطخ باللور ليب، مثل هذه الصوره اللي عندنا، اوكي راح نشوفها هسه قبل، اوكي.
اليوم ولادتي الإمام الجواد. أوكي ماشي طلابنا، فهسه لحد الآن واضح، فعلى مود نوضح هاي الشغلة بعد أكثر، إذا عندنا أكو ناس يحتاجون إنه ما يسوون lip to lip ماشي سير، راح يسوون إنه tongue to lower lip anterior oral سير. أوكي هيك بهذا الوضعية راح يصير عندك اللور lip أوكي الطخ التونغ يطخ باللور lip، والأبر تيث ماكو فد شيء راح يكون يدفعها للأمام الأبر تيث، فيصير constriction و retroclination بيها. واضح عيني لحد الآن؟ نرجع لموضوعنا أنه التونغ إلى مهام غير مسألة السبيكينج والهذن الشغلات اللي أثر عليه، أكو شغلات إلها علاقة بالسوالوينج والسلايم ماشي؟ التونغ بالعادة الفانكشن مالته يعني طبعاً concerned للماستيكيشن سوالوينج وسبيتش، بغض النظر عن السبيتش ماشي؟ السوالوينج والماستيكيشن هذا فشي مهم بالنسبة للإرابشن مالتي أوكي؟ فبالنسبة للسيكونس مال السوالوينج، أول شغلة تصير إنه راح يصير عندك كلوجر باللبس، هاي أول خطوة، بعدين حيصير لايت أوكلوزال كونتاكت بين التيث، وبعدين التونغ راح يصير إليفيتد للبلت على مود يدفع هاي اللقمة أو اللي يسمونها البولس أوكي؟ يدفعها، بعدين يصير كليتشنج شوية على التيث أكثر، ويعبر التيث وين؟ تعبر إلى الفارينكس أوكي؟ وتعرفون الفارينكس أوكي هو عبارة عن مفترق طرق ما بين الإسوفيغس وما بين اللارينكس اللي هو اللي يروح بعدين للتراكيا أوكي؟ هاي أكيد ما أخذيها بالأناتومي. أوكي طلابنا بس جاوبونا على الشات or by voice. تمام فهسه خلينا نشوف فيديو بهذا الموضوع. هسه هذا عملية اللي تصير هسه حاليا اللي هي chewing ماشي، هاي طبعا الموضوع يصير قبل السوالوينج، هذا طبعا التشوينج تقدر وانت فاتح حلقك تسوي تشوينج عادي ماشي. بس خلينا نرجعها اوكي، هاي العمليه اللي هي نسويها اللي هي تشوينج. هسه هنا صار انتيريرلي صار انه صار كلوجر لللبس اوكي، بعدين صار لايت كونتاكت، بعدين التونغ شوفوا شلون صعد لي فوق على مود تدفع البولس لي جوا، بعد هذا الموضوع راح يصير شويه كلينشينج على التيث اوكي حد ما تندفع على مود تعبر من الفرنس. وهسه بعد هذا تعرفوا اذا احنا من نشوف هنا اول شغله صارت تشوينج، بعدين وقت ما يريد يبلع اللقمه جمعت اللقمه صارت اليفيشن لايت كونتاكت بين تيث اليفيشن للتانك، وبعدين صار مومنتري كلينشينج. وانت جربها هسه، جرب روحك انه تبلع شوف شلون انه راح يصيرك بالنهايه كلينشينج مال تيث بس بشكل مومنتري اوكي. هسه ننتقل للموضوع اللي هو مساله النورمال سوالوينج بيها فاريشن اوكي. اكو فد مصطلحين هسه راح نتعرف عليهم جداد اللي هو يسمونه ادابتيف سوالوينج اوكي واندوجينوس تونغ ثرست. هذين الموضوعين مهمات ليش؟ راح نحكي لانه تفرق التريتمنت مالتها واحد عن الاخر اوكي. الادابتيف سوالوينج اهم شيء تعرفونه انه البوزيشننج مال تانج بين التيث ديورنج السوالوينج اوكي. فيعني انت تشوف هذا الطفل انه حط يعني من يريد يبلع فرضا شغله يريد يبلع اللقمه ماشي، حط لسانه بين اسنانه اللي قدام ليش؟ على مود يحصل anterior oral seal على مود يقدر يبلع اللقمة، مو مثل النورمال الوضعية النورمال لما تكون الأسنان contact ماشي واللبس closed الأبر lip واللور lip meets together ماشي والتونغ يكون لي وراء على مود أو يكون upward على مود يبلع اللقمة. لا هذا يضطر يخلي لسانه بين أسنانه أوكي على مود يبلع أوكي. هاي الفكره بالسوالوينج ايش راح يسوي؟ التونغ البوزيشن مالته راح يصير بين التيث
وهذا ايش راح يسوي؟ راح يقلل reduce the muscle and air pressure within the upper arch lead to narrow arch narrow arch اللي هو عاد نحكي عن ماكسيلا وبكل كروس بايت. ليش دا يصير بكل كروس بايت اذا هو عندنا نارو ارش؟ اكو احد يعرف يعني بهاي الحاله اللي هو اللي يسوي الادابتيف سوالوينج؟ هذول اللي يكون عندهم ادابتيف سوالوينج يخلون لسانهم بين اسنانهم ماشي ويسوي سوالوينج. اوكي هاي الوضعيه ليش يصير بيها بكل كروس بايت؟ اكو احد يعرف؟ اوكي لا بالضبط بالعكس، ان التانك ايش راح يسوي؟ التانك البريشر مالته التانك، احنا مو قلنا التانك من الداخل يسوي بريشر على الاسنان؟ التانك كله صار انتيريور فصار بعيد عن الابر تيث. الابر تيث والماكسيلا راح يصير بها كولابس، راح تصغر. اوكي فمن راح تصغر راح تصير اصغر من الماندبل اللي هو حكيناه قبل شويه، حتصير اصغر من الماندبل فراح يصير بكل كروس بايت. اوكي هسه راح ننتقل للشغله الثانيه اللي هي مو الادابتيف سوالوينج اللي هي يسموها سوالوينج وذ اندوجينس تانج ثراست. اندوجينس تانج ثراست نفس الموضوع مال ماشي الادابتيف سوالوينج، بس هذا الموضوع مو نتيجه مثلا الاسنان يعني عنده مثلا سبيس انتيريور اوبن بايت مثل الادابتيف سوالوينج. ذول الادابتيف سوالوينج يصير عندهم انتيريور اوبن بايت، ليش؟ لان التانك راح يصير بين الابر تيث واللور تيث فيمنع الديفلوبمنت مال انتيريور تيث فيصير عندهم انتيريور اوبن بايت. اوكي هذول من يصير عندهم انتيريور اوبن بايت نتيجه نوبات تصير هاي نتيجه انه هو اصلا عنده anterior open bite ادت الى انه على مود يبلع اللقمه صار دائما يدفع لسانه اللي قدام فصارت عنده عاده هذا الموضوع فصار عنده ادابتيف. اكو ناس لا، اكو اللي عندهم endogenous tongue thrust بالضبط نفس الشيء نفس الاعراض ونفس الشغلات بس هذا الموضوع مو كيف للبيشنت. هذا الموضوع neuromuscular mechanism، هذا المشكله مالته بالنيورونز بالاعصاب، هو يدفع دائما لسانه اللي قدام. اوكي؟ مو نتيجه فد مشكله عنده، اوكي؟ لا هو اوتوماتيكلي حتى لو اسنانه عدلات هو فيدفع لسانه اللي قدام. اوكي؟ هذا الموضوع نوبات يصير عنده anterior lisping. اوكي؟ during the speech، يعني شويه يتلعثم بالحكي، يغلط ببعض الاحرف، ليش؟ لان يدفع دائما لسانه اللي قدام. اوكي؟ فعلى مود نفرق طبعا بالمناسبه هم يصير عنده anterior open bite، هم يصير عنده buccal cross bite. بهيج الوضعيه هذا شيء من الموضوع، هسه عرفنا اكو adaptive swallowing واكو عنده endogenous tongue thrust. هذا ايش راح يفرق؟ هذا يفرق بالتريتمنت مالته. شلون يعني؟ ابو الادابتيف swallowing اذا صلحت له الريليشن شيب بين الابر تيث واللور تيث ايش راح يصير به؟ راح يصير انه المشكله مالته حتنحل وما حترجع، ما يصير بها ريلابس. مصطلح ريلابس اللي هو انه ترجع الاسنان لوضعيتها القديمه بعد الاورثودونتيك تريتمنت. اوكي فهذا الموضوع شنو يصير عنده بي ريلابس اذا كان عنده اندوجينوس تانج ثرست. هسه خلينا نلخص الموضوع للسهوله. هسه احنا عندنا شنو؟ عندنا بيشنت عنده ادابتيف سوالوينج وبيشنت عنده اندوجينوس تانج ثرست. أنا لازم أفرق واحد عن الآخر. أبو الأدابتيف سوالوينج كانت عنده مشكلة بالأورثو، كانت عنده مشكلة بأسنانه، أدت إلى الأدابتيف سوالوينج، فمن حليتها أنا هاي المشكلة، الأسنان مالته ترتبت وتعدلت ومن شلت الأورثو بقت نورمال. أبو الإندوجينوس تانج ثراست قلنا السبب مالته نيوروماسكولار. هذا النيوروماسكولار إحنا ما نقدر نعدله بس بالأورثودونتيك تريتمنت. فهذا من تسوي له تعدل له اسنانه بالاورثودونتيك تريتمنت صار لها اوكي وصارت مرتبه وصار اوكلوجن زين. اوكي من تشيل الابلاينس من حلق البيشنت بعد فتره يرجع نفس الوضعيه القديمه. ليش؟ لان المشكله مالته مو ادابتيف سوالوينج، المشكله مالته اندوجينوس تانج ثرست. اوكي طلابنا بالمناسبه من راح تجي هسه راح تقول لي
دكتور زين انا شلون افرق؟ انا جالي واحد وقال لي شلون افرق انا بين الادابتيف سوالوينج والاندوجينس تانك ثرست؟ راح اقول لك الموضوع جدا صعب، والا السبيشالست خاصه اورثودونتست هو لازم يفرق ما بيناتهم. بس اكو فد شغله بسيطه ممكن انت تعرفها، ماشي، ممكن تنتبه على طريقه حكي للبيشنت. اذا ما عنده لسبنج ماشي بالحكي، اوكي، فاحتمال كبير انه يكون ادابتيف سوالنج، مو 100% بس بدنا نقول احتمال كبير انه يكون ادابتيف سوالنج. بس اذا عنده انتيريور لسبنج احتمال كبير يكون اندوجينس تانج ثرست، اوكي. وهذا كل الصعب بالتشخيص انه نميز ما بيناتهم، لانه الاعراض نفس الاعراض، نفس السيمبتومز، نفس الاوبن بايت، نفس البروكلينيشن، نفس كل شيء، اوكي. بس لحد الان واضح؟ انا بدي انتقل للموضوع اللي وراه. موضوع النيوترال زون اللي هو احنا شو اسمه حاشينا قبل بالمختبر، اوكي، بس دارد اشوفكم الصور بالنيوترال زون. قلنا النيوترال زون اكو الشغلات الرئيسيه اللي تتحكم بيه اللي هو التانج والشيك واللبس. قلنا التانج من هنا انتيريرلي، الشيك لاترالي صاير، والتانج صاير بالبلت او باللينجوال سايد او بالبلتال سايد. فاحنا لازم الفورسز هذني تتعادل على مود هذني الاسنان تبقى قاعدات بالمكان اللي نسميه نيوترال زون، اوكي. هسه اكو متغيرات ثانيه غير هذني الثلاثه، اكو شغلات ممكن تفرق عن هذني المواضيع، ممكن تاثر تاثير سلبي. يعني مثلا وحده من الشغلات اللي هو الاير بريشر، الانترا اورال اير بريشر. الانترا اورال اير بريشر راح يكون هذا انتروديوس باي ماندبل بوزيشن، اوكي. هاي وحده. الاوكلوزال كونتاكت يعني الكونتاكت بين الابر تيث واللور تيث هم ياثر على البوزيشن مال الاسنان. وعندنا اللي هو اكو في الدور يعني نقدر نقول عليه رئيسي اللي هو البريدونتال ليجمنت. البريدونتال ليجمنت ترى الدافع هوايه عن الاسنان، اوكي. يعني نوبات البريشر نفترض ماشي، خلينا نقول البريشر نقيسه بالنيوتن بير متر سكوير او بير سنتيمتر سكوير مثلا، اوكي. البريشر بده يصير نفترض من اللبس خلينا نقول فد 10 نيوتن، من التشيك فد 10 نيوتن، والتانج مثلا 20 نيوتن بده ينطي من جوا، اوكي. طبعا 20 نيوتن بكل الاتجاهات انتيريور ولاترال. هنا أنا راح تقول لي الاسنان بما انه التانج البريشر ماشي مالته اقوى، اوكي، فراح يكون البريشر مالت الاسنان راح تروح ليبيالي مثل الابر انتيريور تيث والانتيريور تيث بشكل عام، وتروح بكالي اذا كانت بوستيريور تيث. صحيح هنا الامور؟ هسه هنا اذا قلت لي زين هو التانج مالته 20 نيوتن واللبس مالته 10 نيوتن والتشيك 10 نيوتن، اوكي، بهالحاله ايش راح يصير؟ الحاله راح يصير انه الاسنان بقت نورمال. شنو السبب لهذا الموضوع؟ ممكن يكون السبب الرئيسي اللي هو الاوكلوزال كونتاكت، وممكن يكون اللي هو البريدونتال ليجمنت تحاول تعوض هذا الفورس بحيث هي تحاول دائما انه تدعم الاسنان انتيريرلي، فتحاول الاسنان ما تطلع بكالي كلش هوايه او ليبيالي كلش هوايه. واضح يعني؟ اذا احنا ما بنحكي عن تانج ولبس وتشيك اونلي، بدنا نحكي عن الانترا اورال اير بريشر، اوكي، اللي يصير نتيجه الماندبل البوزيشن مال الماندبل، وبدنا نحكي على اوكلوزال كونتاكت، وبدنا نحكي على بريدونتال ليجمنت. اذا ثلاث شغلات رئيسيه، ثلاث شغلات ثانويه. واضح عندنا طلابنا لحد الان؟ ننتقل للوراء اللي هو دنتال فاكتور، اوكي. هسه احنا حكينا عن الشغلات الجنرال فاكتورز اللي هم السكيليتال والماسكولر او السوفت تيشو فاكتور، هذني شغلتين خلصناهن، اوكي. هسه بهاي المحاضره راح نبدا بموضوع اللي هو شيء اسمه دنتال فاكتور، هم يعتبر جنرالايز، اوكي. وبعدين لازم نحكي عن اللوكال فاكتور، نتطرق لها احتمال نهايه المحاضره او بدايه المحاضره الجايه. الدنتال فاكتور هنا الموضوع له علاقه بالاسنان، اوكي، او البروبورشن بين التيث سايز والارش سايز. فاذا كانت
الدنتيشن اكسسيف ماشي والارش مثلا نورمال حيصير عندنا شغلات. اما اذا كان الدنتيشن اكسسيف اوكي والارش صغير او العفو الارش اكسسيف والدنتيشن صغير مثلا او نورمال راح يصير عندنا شغلات. هسه ايش راح نسوي؟ راح نجيهن وحده وحده. اوكي مثلا هسه بالدنتال فاكتور راح نجي ننتقل الى الاكسسيف دنتيشن سايز. الاكسسيف دنتيشن سايز ماشي اللي هي شنو الفكره راح تكون بيها؟ هنا عندنا تيث كبار والار سايز سمول مثلا او التيث نورمال والار سايز از سمول. واضحه يعني؟ المهم سنون كبار فتشه صغير او سنون كبار فتشه نورمال او سنون نورمال فتشه كبير او فتشه صغير. اوكي الفكره هنا اكو فد فرق ما بين التيث وما بين الارتش، وهنا التيث اكبر من الارتش. اوكي بهاي الوضعيه ايش راح يصير عندنا؟ اول شغله ممكن يصير عندنا اللي هي كراودنج اللي هي اوفرلابنج وديسبليسمنت مثل هاي الصوره الاولى. هذا هنا لانه التيث ماشي كبار وحجم الارش مثلا نورمال، هنا صار عندنا كراودنج ما تكفي، الاسنان ما تكفي ما لهن مكان. اوكي بالوضعيه الطبيعيه المفروض يكون بالبرايمري دنتيشن، اوكي يكون البرايمري دنتيشن بيها سبيسنج، وبعد ما يكون بيها سبيسنج اوكي تجي البيرمننت تيث تترس هذه السبيسات والامور نورمال. بس مثلا البرايمري تيث كلوز دنتيشن مو اوبند ماشي، اذا كانت كلوزد والاسنان البيرمننت اكيد راح تكون اكبر فما راح تكفي مثلا بالدنتال ارش، هاي احد الاسباب. اوكي فاذا اول شغله تصير لما الاسنان اكبر من الفك اوكي التيث اكبر من الجو راح يصير عندنا overlapping and displacement. ثاني شغله ممكن مو بس overlapping، ممكن يضطر انه التوث ما يقدر يطلع، يصير بي impaction مثل هذا اللي نشوفه هنا، تشوفون هذا الكيناي اوكي صاير بي impaction ما يقدر يطلع لان ما له مجال. اوكي وهنا impaction صار عندنا. هاي الحاله خصوصا تكثر وين؟ تكثر بالتيث اللي يصير بهم impaction مثل الثيرد مولر مثل الكيناي بشكل عام اللي يصير بهن اللي اسمه امباكشن اللي هو اخر سن بالمجموعه. اوكي طلابنا اخر سن بالمجموعه يعني مثلا تعرفون اول عبد الله تليفونك يمنه اوكي على كل حال اللي عندنا مثلا امباكشن اوف تيث اخر واحد بالمجموعه مثلا الانسايزرات الاربع انسايزرات اوكي اخر واحد يطلع بهم اللاترال انسايزر صح؟ اول شيء يطلع السنترال بعدين يطلع اللاترال، اذا هذا يصير به امباكشن. الكيناين يطلع بوحده مثل ابر كيناين واللور كيناين، الابر كيناين مو يطلع متاخر هذا احتمال يصير به امباكشن لان ما يلحق ينأخذ المكان قبل ما يوصل. اوكي عندنا مثلا البريمولرات اللي تطلع الفور بعدين يطلع الفايف، الفايف يتاخر فالفايف احتمال يصير بي امباكشن. بالنسبه للمولرات اخر واحد يطلع هو الثيرد مولر او الويزدم توث، فذلك هم يلقى مكان ما يلحق يصير بي امباكشن. فاذا اخر واحد بالمجموعه يسمونه لاست توث ان ايتش سيجمنت ماشي، فهذا يصير بي امباكشن.
هسه بعد الشغله الثالثه اللي ممكن يصير بيها اوكي اللي هي ميزيال موفمنت اوف تيث. ميزيال موفمنت اوف تيث اللي هي مثل هذني، هاي طبعا بدنا نحكي عليها ممكن عندنا خاصه ممكن تكون اسوشيتد ويا الالفيولار جروث، لان تعرفون اكو في شيء اسمه ميزيال مايجريشن. طول عمرنا احنا نسوي نصير ميزيال مايجريشن، دائما تحاول الاسنان تروح ميزيال. ليش؟ تدفع الجروث، هذا طول العمر، هذا ما يتوقف بالجروث. اوكي، فميزيال مايجريشن ليش هذا الموضوع؟ لان اذا تلاحظون اذا صار مثلا ايرلي لوس بعض الاسنان، مثلا مثل هذا السن عندنا اللور مولر، هذا اللور 6 صار بي اكستراكشن يعني، فتلاحظون انه هذا التوث ماشي يروح ميزيالي اكثر من ما هذا التوث يروح ديستال. ليش؟ لان اكو فت فورس دائما تدفع الاسنان باتجاه الميزيال، تتبع الجروث مالته. واضح عين طلابنا؟ اذا هاي الشغله اللي هي ممكن قلنا عليها اللي هي او انتر بروكسيمال اتريشن او لوس مال توث ادت الى ميزيال مايجريشن. اوكي، هسه نرجع الموضوع. اذا كان عندنا اكسسيف دنتال ارج، الارج كبير او نورمال والاسنان صغيره او نورمال، اوكي، بهاي الحاله ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا سبيسينج. اوكي، راح يصير عندنا سبيسينج، يعني هسه مثلا هذا الارج از نورمال بس التيث ار سمول، حيصير عندي سبيسينج، وخاصه يكون هذا بالعاده جنرالايزد سبيسينج. هذا الموضوع يعني يكون less common، ذاك most common. most common يكون عندنا crowding، less common يكون عندنا spacing. بالمناسبة أكو فد ملاحظة همين، إنه size مال dental arch يعتمد أوكي على ال يعتمد على الالفيولار ماشي bone mainly ماشي، مو كل شيء يعتمد على البيزل bone. فنوبات تشوف انه البيزل بون مثلا كبيره بس تبقى نورمال ريليشن اللي حكينا عليها، تتذكرون من حكينا ممكن يكون هو كلاس 3 ماشي سكيلتال ريليشن شيب بس دنتالي هو كلاس 1. اوكي، بهالوضعيه هاي اللي يعوضها الالفيولار بون. اوكي، فاذا من بدنا نحكي احنا الدنتال ارش من اريد اقارنه ماشي ما له علاقه لما اكون الجو سايز، اقربه اكثر شيء للالفيولار بون. اوكي، فذلك هي تتبع يعني التيث تتبع بشكل عام اللي هي الدنتال ارش راذر ذان الجو سايز. اوكي، هاي حتى الموضوع جينيتك بالمناسبه. هسه ننتقل لاخر موضوع بالمحاضره اللي هو اللوكال فاكتورز. احنا حكينا عن الجنرال فاكتورز بالمحاضره اللي فاتت، هسه راح نبدا بموضوع اللي هو اللوكال فاكتورز، شغلات تصير لوكالي مو على كل الاسنان بمكانات محدده. اوكي، لوكال اول مشاكل ممكن تصير مشاكل بالعدد الاسنان اللي هو anomalies of number. اوكي، ممكن يكون increased number، ممكن يكون decreased number. اوكي، increased number طبعا هاي دائما تجي ويا شيء اسمه سوبر numerary teeth. سوبر numerary teeth يعني سن زايد، هواي ناس تشوفهم عندهم سن زايد. اوكي، مو ضمن المجموعه مال الاسنان، احنا المفروض يكون عندنا 28 سن زائدا الاربع سن الاربع اسنان اللي هي مال ويزدم تيث. اوكي، اكو ناس عندهم مثلا بدل مو 28 اوكي يكون عندهم 30 سن زائد طبعا الويزدم تيث. انا ليش بدي اقول لكم زائدا الويزدم تيث؟ لانه الويزدم تيث هوايه يصير بيه ميسنج ماشي، هوايه يصير بيه امباكشن، فانتم مو هوايه تشوفونه مثل الاسنان العاديه. الاسنان البيرمننت تيث اللي هو من السنترال لل7 معظم الاحيان تشوفونه، بالنسبه لل8 هوايه من الاحيان تلقونه ميسنج. اوكي، فهسه بشكل عام من بدنا نحكي احنا عن انكريز نمبر بدنا نحكي عن سوبر نيوميريتي. سوبر نيوميريتي بدل مو عندنا 28 اوكي يكون عنده مثلا 30 سن، عنده اثنين اضافيات فرضا. مثل شنو السوبر نيوميريتي؟ سوبر نيوميريتيف منها الذني، تشوفون هذا السن او هذا السن اللي بالنص سن اضافي صاير. هنا عندنا فد موضوعين صغار اللي هم هذني السوبر نيوميريتيف اللي بدنا نحكي عنهم. اوكي، لهم اسمين ماشي كمختصر اللي هم يسموهم سبلمنتال تيث والميزيودنس.
السبليمنتال تيث هذني هذا مثل هذا تشوفه بريمولر 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 يعني 4 او 5 يشبه مثلا ال4 ويشبه ال5 نورمال اوكي والتيث مضبوط كامل روت وبالب وهاي كله بيشبه السن اللي بصفه يشبه البريمولر بس شنو اضافيات هذا نسميه سبليمنتال اما الميزودنس الميزودنس نوبات بيكون نورمال شكله اب نورمال ماشي شلون البيك شيب لاترال اوكي شكله اب نورمال وصاير اضافي طبعا لان احنا قلنا انكريزد بالنمبر وصاير اضافي ومعظم الاحيان بالماكسيلا طبعا يصير بالماندبل وخاصه احنا نسميه ميزودنس لان صاير بالسنتر ماشي بالسنتر اللي شو اسمه يعني ميزيال للسنترال انسايزر اوكي فهذا صاير بالنص هنا الميزودنس ممكن يكون بالماكسيلا وبالماندبل بس اكثر شيء بالماكسيلا اوكي طلابنا فالميزودنس هنا هو همين سوبر نيميرال تيث بس بالعاده يكون كونيكال بالشيب والشورت روت وكرام صايرات اوكي هسه هذني اذا نحكي عليهم انكريزد النمبر هسه العكس اذا صار عندنا ديكريزد النمبر ديكريزد النمبر بس ملاحظه عن الانكريزد بالنمبر ترى بالمناسبه هذا السوبر نيميرال تيث يسوي لنا هوايه يعني بروبلمز بالاوكلوجن وبالاورثودونتيك تريتمنت همين هوايه اوكي مثلا يسوي يمنع الاربشن مال ادجيسنت تيث او ياخر الاربشن مال ادجيسنت تيث او حتى يسوي ديفليكشن بالاربشن يعني يطلع التوث البيرمننت توث اللي هو الاصلي خلينا نقول اوكي يطلع بكري مثلا او لينجوالي اوكي هذا مشكله اللي سواها السوبرنورمال او يسوي الانكريز بالارش بيراميتر راح يصير انكريز بالاوفر جيت مثلا اوكي او يسوي له حتى كراودنج تلاحظون انت بالصوره هنا هم يسوي لي كراودنج تشوفون هنا عندنا كراودنج صاير هذا هنا مثلا صايح بكلي زياده هذا مشاكل اللي يسويها السوبر نيميرالتي اوكي هنا راح نحكي العكس لما يكون عندنا ديكريز بالنمبر هنا عدد الاسنان اقل اوكي نتيجه تكون مثلا كونجنيتري ميسنج تيث اوكي وخاصه البطل بيهن هذني بالكونجنيتال ميسنج هم نفس الشيء اخر واحد بالمجموعه نوبات يصير اللي هو مثلا بالثيرد مولر او بالماكسيلري لاترال انسايزرز هذول اكثر اثنين ينفقدون من الاورال كافيتي طبعا اكثر واحد هو الثيرد مولر 25% اوكي سووا لهن كلاسيفيكيشن هذني الديكريز بالنمبر فاجوا وشافوا لما الاسنان تقريبا كلهن ماكو يعني ان all the teeth ماشي are missing او congenital missing يعني primary permanent مثل ايش حاله او مثلا باقي واحد او اثنين هيجي هذا هاي يسميها الحاله يسموها انادونشيا اوكي انادونشيا هنا أنا يعني ماكو يعني تعرفون don't او odont اللي هي باللاتيني السن ماشي انا او انا ماشي اللي معناته انه ماكو هنا أنا معناته ماكو اسنان اوليجو العدد قليل هنا أنا. عدد الاسنان الموجوده قليله يعني عنده ميسنج اكثر من 6 اسنان اوكي او اكثر طبعا الهايبو نقص بالاسنان بس مو نقص هوايه يعني مطير مثلا سنين مثل ثيرد مولر او ماكسيلر لاترال انسايزرز تشوفون هنا اللاترال انسايزرز مثل هذني لاترال انسايزرز صايرات هذني ميسنج من هنا هذا كيناين اوكي وطالعات اللاترال انسايزرز ما موجوده اوكي او نوبات يتغير شكل اللاترال انسايزرز يصير قليل تغير اوكي فايش نسميه هذا بالمناسبه هم هذني كيناين شو نسميه بيك شيب لاترال اوكي بيك شيب لاترال اوكي هسه هذا الموضوع طبعا احنا من بدنا نحكي بيك شيب لاترال احنا بدنا نحكي عن سايز بس هو هذا البيك شيب لاترال نوبات يصير ميسنج الاذر سايد مالته ففيما يخص الانوماليز النمبر بدنا نحكي انه ميسنج لاترال ميسنج بس من نحكي على الانوماليز بالسايز بدنا نحكي عن الشكل مالته صاير متغير ماشي مثلا البيك شيب لاترال اذا هسه بنحكي عن نمبر انه اصلا ما اكو يعني مثل هذا اللاترال هنا ما موجود وهنا اللاترال ما موجود قبل كان السنترال كان اوكي هذا الميسنج مال التيث ايش راح يصير عندي
اكيد راح يصير عندي سبيسينج اوكي، وممكن يصير عندي مشاكل بالسوالوينج اوكي، ممكن يصير عندي تلتينج بالتيث لان اكو فراغات ما بيناتهم، وممكن يكون عندي اللي هو نقص بالعدد. يعني ممكن اسوي بالتشوينج والهاي تاثر ترى لانه قليل العدد الاسنان قليل اوكي. هسه ننتقل الى الشغله اللي هي قلنا عليها اللي هي انوماليز بالسايز مالته اللي هي اخر شيء عندنا بالمحاضره. هسه وياي طلاب الامور لحد الان واضحه، بنهايه المحاضره انطيكم هم وقت تسالون. اوكي الابنورماليتيز اللي راح تصير بالتوث سايز اوكي، التوث سايز راح يصير الابنورماليتي مالته بالسايز مالته اللي هو مثل هيجي. اكو مصطلحين هسه، اكو في شيء اسمه ماكرو دونشيا واكو مايكرو دونشيا. الماكرو دونشيا ماشي يعني حجم الاسنان كبير، ماكرو مايكرو حجمه صغير. الماكرو دونشيا مثل هاي الصوره اللي عندنا ماشي، انه الاسنان مالته تلاحظون هنا هذا اللاترال، اللاترال مالته صغير اللي نسميها بيك شيب لاترال اوكي. طبعا بالمناسبه اكو فشي اسمه ترو ماشي، واكو فشي اسمه جنرالايزد يعني مو ترو، يكون شو نسميه يعني ريلاتيف ماشي مايكرودونشيا مثلا او ريلاتيف ماكرودونشيا. شنو الفرق ما بين كلمه ترو ما بين كلمه ريلاتيف؟ هسه لما نقول ترو مايكرودونشيا يعني هذا السن هو صغير اوكي، لما نكون ريلاتيف مايكرودونشيا معناتها السن نورمال حجمه لكن الارش كبير، فتبين لنا من مباوع عليه تبين سنونه صغيره. ليش؟ لان اكو فد الوجن صاير ماشي، يعني انه صاير مثل ال يعني انه الماكزلا كبيره مالته مثلا واسنانه صغار. احنا ايش نحس؟ انه النورمال تيث مثلا هو اذا تقيسه القياسات مالته نورمال، التوث نورمال لما تشوفه، بس من تباوعه بالارتش الكبير يبين صغير. واضح يعني؟ اذا اكو فد فرق ما بين ترو مايكرودونشيا او ترو ماكرودونشيا عن ما انه يكون ريلاتيف اوكي، او اللي هو نسميه احنا بالمناسبه اللي هو الوجن مثلا ماشي، للكونديشن الاصليه اللي هي يكون احنا يعني نشوفه نتوقعه او يتراوانا انه هذا السن صغير لكن هو نورمال، او هذا السن كبير لكن هو نورمال. ليش؟ فرق الحجم ما بين الارتش وما بين التيف اوكي. واحده من الشغلات اللي تخص المايكرو دونشيا، واحده من الشغلات تخص اللي هو البيك شيب لاترال اوكي. من نشوف هنا هذني اللاترالات شكلهن اب نورمال ويكون صغير اوكي، فهذا الكونيكال ان شيب نسميه، هذا نسميه بيك شيب لاترال اوكي. او يكون مو بس لوكلايزد بمكان معين، ممكن يكون جنرالايزد بالمكانات كلها ماشي، يسميه جنرالايزد مايكرو دونشيا اوكي. هنا أنا كل الاسنان صغيره اصغر من النورمال. واضح عيني؟ اكو احد عنده اي سؤال؟ اكو شيء مو واضح بالنسبه لكم؟ محاضره شويه خفيفه لطيفه هي هاي المحاضره، وحفظها همينه سهل كلش. واضح طلابنا لحد الان؟ اكو احد عنده سؤال؟ هاي المحاضرة طبعا ليكتشر 11 اوكي، وان شاء الله همين عندنا بعد محاضرة اخرى بعد بالايتيولوجي ان شاء الله راح تكون اللي هي الثلاثاء القادم الساعة 8:30. ماكو احد طلابنا عنده اي سؤال؟ اوكي عاشت ايدكم وشكرا على اوكي دكتور. هي مو فولس وترو اوكي، هي ترو وريلاتيف. يعني اذا السن بالحقيقه اوكي، خليني اشرحها بالعربي. اذا السن بالحقيقه ماشي هو صغير اوكي، ها
هذا معناته هذا صدق مايكرو دونشيا، يعني ترو مايكرو دونشيا او ماكرو. طبعا بنحكي احنا داكي مايكرو هم تنطبق على الماكرو، يعني هذا صدق هو سنه صغير. اوكي، اما اذا كان ريليتيف، من دا احكي ريليتيف يعني بالمقارنه ويا اللي داير مدايره ماشي، يعني والمقارنه بالانفايرمنت الموجوده بالاورال كافيتي. يعني مثلا من نجي نباوع، هو اذا نقيس قياسات لهذا السن دنباوع، يعني من نقيسه هو نورمال، بس من نباوعه ضمن الارش، الارش كبير والسن نورمال، مو حيصير فراغات ما بيناتهم الاسنان، لان الاسنان نورمال والارش كبير اكثر من اللازم، فحنشوف فراغات ما بين الاسنان. فهاي من نباوع عليه هيجي حنشوفه وكانما السن صغير، وكانما اوكي. فاذا هي هاي يعني الفرق ما بيناتهم، انه هذا ريليتيف للارش سايز فهو مبين سمول اوكي، بس هو بالحقيقه مو سمول. اوكي واضح يعني؟ ماكو احد عنده اي سؤال؟ انا اشكركم كلش على استماعكم، عاشت ايدكم. And now we are going to terminate this session. Thank you very much.